بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصورة من الصور الرائعة الحقيقة، عرضت على موقع وكالة ناسا بتاريخ 6 أبريل 2021. الحقيقة هذه الصورة تكشف لنا روعة الخلق وعظمة الخالق عز وجل. أولا، هذا الكوكب الأحمر هنا أحبتي في الله، هذا هو المريخ، هذا هو كوكب المريخ، يظهر أعلى هذه الشجرة، وتلك هي نجوم الثريا. سبحان الله، يعني شيء عجيب، كيف تتوضع هذه النجوم وتظهر هكذا من بين مليارات النجوم. هذا جزء من مجرتنا أيها الأحبة، دققوا معي، هذه النجوم هي جزء صغير جدا 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 من مجرتنا. مجرتنا تحوي أكثر من 400 مليار نجم، 400 مليار وربما أكثر. هنا لا نرى إلا أقل من 1 بالمليون مما من حقيقة هذه المجرة، لا نرى شيئا هنا أصلا. هذه النجوم يمكن أن تعد بالآلاف، ولكن نحن أمام 400 ألف مليون مجرة، أو 400 مليار نجم، 400 مليار نجم، أو 400 ألف مليون نجم، لأن المليار يساوي 1000 مليون. سبحان الله، هذه النجوم خلقها الله وميزها وأعطاها إضاءة أعلى من بقية النجوم وأقرب إلينا لتظهر، فنهتدي بها. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الحقيقة كما تقول وكالة ناسا في تعليقهم على هذه الصورة، الكون مزدحم بالنجوم أيها الأحبة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله، والله يعني أنا عندما أحلق وأتأمل مثل هذا المشهد أجد نفسي ضعيفا لا شيء. وهكذا المؤمن أيها الأحبة عندما يتفكر في خلق السماوات والأرض، مباشرة يحس بضعفه وصغره أمام الكون، ولا يجد إلا أن يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أيها الأحبة، الكوكب الأحمر هنا يظهر لامعا جدا، وهو المريخ. نجوم الثريا تظهر في الأعلى على اليمين. هذه النجوم الحقيقة هي زرقاء لامعة، درجة حرارتها مرتفعة. يعني نحن نعلم أن درجة حرارة الشمس هي نجم أيها الأحبة، نجم من نجوم مجرتنا، درجة حرارتها سطح الشمس 6000 درجة، أما هنا قد يصل أو قد تصل درجة حرارة الشمس إلى 10000 درجة. لذلك تبدو زرقاء، أي ذات حرارة مرتفعة جدا. طبعا أيها الأحبة، يعني وكالة ناسا علقت على هذه الصورة الرائعة وقالت: إن هذا الكون يبدو مزدحما جدا لا مكان. ولكن هل تعلمون الحقيقة؟ سأقول لكم أيها الأحبة، الحقيقة أقرب نجم بالنسبة لنا نحن في الأرض هي الشمس. الشمس قريبة جدا، ولكن تبعد عنا 150 مليون كيلومتر. تصوروا المسافة أيها الأحبة، نحن هنا عندما نريد أن نسافر لمسافة 1000 كيلومتر تحتاج إلى مشقة وجهد، وتحتاج إلى طائرة.
كيف بك إذا أردت أن تسير 150 مليون كيلومتر حتى تصل إلى أقرب نجم وهو الشمس؟ طيب أقرب نجم بالنسبة للشمس لندرك المسافات، يعني نحن هنا نرى المسافة بين هذا النجم مثلا وهذا النجم سنتيمتر، قد تبدو على الصورة، أو أقل مليمتر، المسافة من نجم إلى آخر. طب في الواقع كم تبلغ هذه المسافة؟ أيها الأحبة، المسافة بيننا نحن في المجموعة الشمسية وبين أقرب نجم إلينا بحدود 4.25 أو 4.3 سنة ضوئية. السنة الضوئية أيها الأحبة هي ما يقطعه الضوء في سنة، وكل ثانية الضوء يسير 300,000 كيلومتر. تصوروا كم يقطع في سنة وكم يقطع في 4.25 تقريبا، سيقطع عشرات التريليونات من الكيلومترات، عشرات التريليونات من الكيلومترات. إذن هذه المسافة التي تراها هنا، يعني نحن نراه مزدحما لأن هذه النجوم بعيدة، نراها مزدحمة، ولكن الحقيقة فيوجد مسافات هائلة. هذه المسافات فيها مادة، فيها طاقة، فيها غبار كوني، فيها جسيمات كونية، فيها أشياء كثيرة جدا. لذلك الله عز وجل أمام هذا البناء، أقسم قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه النجوم أيها الأحبة تسير وتمشي ويتوسع كوننا. وقال أيضا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بناها، انظروا، بناء محكم. كيف تتوضع هذه النجوم؟ من الذي يمسكها هكذا؟ إنه الله عز وجل، طبعا بقوانين فيزيائية وكونية صارمة جدا ومحكمة. طيب الله عز وجل قال: الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. بناء تعبير علمي دقيق والله أيها الأحبة. اليوم معظم أبحاث علم الفلك يستخدمون كلمة البناء الكوني أو بنية الكون، structure، بنية، يتحدثون عن بنية أو بناء. طيب الله تعالى يقول: والسماء وما بناها، يقسم بهذه الظاهرة، ظاهرة البناء الكوني، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. فإذا أيها الأحبة ينبغي علينا أن نتأمل ولو كل يوم ربع ساعة، ربع ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الليل فينظر إلى النجوم ويقرأ من سورة آل عمران: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أيها الأحبة رجاء كل يوم أرجو تأمل صورة كونية، أخرج تأمل هذا الكون. للأسف نحن لا نرى بسبب التلوث، وسبب التلوث بالإضاءة، يعني هناك تلوث بيئي وتلوث بالإضاءة أيضا، فلا نرى، لا نكاد نرى النجوم في السماء. فيمكن أن ننظر إليها من خلال هذه الصور، هذه مراصد عملاقة متوضعة في كندا وغيرها، السماء صافية وعدسات كبيرة جدا، وتلتقط صور رائعة جدا أيها الأحبة. فيمكن أن نتأمل هذه الصور وهذا المشهد الكوني، وندعو ونقول ونسأل الله كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام، كما كان يقول ويدعو: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.